السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله نشرح فيديو جديد، إزاي أحول رصيد في خط موبايلي للاتصالات السعودية. إزاي أحول رصيد من خط موبايلي، هنقول مع بعض الكود واحدة واحدة. هنكود بالتالي: نجمة 123 نجمة نجمة 123 نجمة، رقم الموبايل أي رقم موبايل طبعا، بعد كده نجمة المبلغ، شوف انت عايز تحط كام ريال شباك، مثلا هتحط 100 ريال شباك، وبدوس اتصال بيتحول معايا رصيد. يبقى كود تحويل رصيد في خط موبايلي للاتصالات السعودية. هنكتب الكود تاني مع بعض: نجمة 123 نجمة، رقم الموبايل أي رقم موبايل، نجمة 80 ريال شباك، وأدوس اتصال بيتحول معايا الرصيد. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنوا في فيديوهات جديدة. متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.